المنتجات الفلاحية المغربية تدخل السوق الأوروبية. نتحدث عن الدول 27 لمنطقة اليورو. القرار اتخذ داخل البرلمان الأوروبي. البرلمان أقر أمس اتفاق التبادل الحر في المجال الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. قرار حكيم ومسؤول حسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية. من ستراسبورغ روبورتاج نادية الحموشي والتحرير لحسن الحمادي. منذ 3 سنوات والمغرب يستفيد من الوضع المتقدم الذي منحه إياه الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للمغرب من الولوج إلى السوق الأوروبي، ويتجلى ذلك في تصويت أعضاء الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي كإجراء لتفعيل هذا التعاون على أرض الواقع. سياسيا يتبين أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توطيد علاقته مع دول المغرب العربي وخاصة مع المغرب. avec les pays du Maghreb et notamment avec le Maroc. بالنظر إلى التحولات السياسية التي عرفها هذا الأخير، وأظن أن المغرب والاتحاد الأوروبي ينتميان إلى نفس المنظومة الديمقراطية مقارنة بالذين يرفضون هذا التوجه. ceux qui sont contre l'Europe en quelque sorte. ترى الرباط أنه في حال رفض الاتحاد الأوروبي للاتفاق في المجال الفلاحي أنه قد يمس بمصداقية الوضع المتقدم الذي استفاد منه المغرب، والآن يدور الحديث حول انخراط الرباط السلس في منظومة الاتحاد من خلال الدينامية التي تشهدها علاقة الرباط ببروكسل. كنت واحدا من بين الذين صوتوا على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، وأظن أنه بهذا التصويت نكون قد بدأنا مرحلة جديدة في علاقات الثنائية، وهذا سيدفعنا إلى خلق فرص جديدة مع الدفاع عن المصالح المتبادلة بين الطرفين. إنني راضي على الأغلبية التي رحبت بهذا الاتفاق للمضي قدما نحو الدفع بهذا الوضع المتقدم للمغرب إلى أبعد من هذا بين الاتحاد الأوروبي والرباط. كان هناك تعامل سلبي لبروكسل مع ملف الصيد البحري في دجنبر الماضي. بالطبع ضحايا هذا الرفض هم الأوروبيون. من هنا تقرر رفض الاتفاق بين الرباط وبروكسل فيما يخص الصيد البحري، واليوم يتطلع الاتحاد إلى إعادة النظر في هذا الملف بتمديد المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.